وللمزيد معي الآن مباشرة من بيروت مراسل فرانس 24 شربل عبود. شربل صباح الخير وأهلا بك معنا. شربل بداية، كيف هو المشهد في الشارع صباح اليوم وماذا عن ردود الفعل بعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة اللبنانية الجديدة؟ يعني يمكن القول أن الشارع الذي بدأ غاضبا ليل أمس عمد بعض المتظاهرون فيه على قطع عدد من الطرقات صباحا، إلا أن القوى الأمنية أعادت فتح معظم الطرقات الرئيسية وحتى بعض الطرقات أو الشوارع الفرعية في عدد كبير من المدن، لا سيما في العاصمة بيروت التي فتحت فيها جميع الطرقات بعد تدخل القوى الأمنية. في الشارع هناك انقسام نوعا ما في الرأي لمسناه خصوصا على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا بين من يرى أن هذه الحكومة هي حكومة سياسية مقنعة بوجوه اختصاصيين إنما ينتمون إلى الطبقة السياسية وهي من سمتهم ووزعت الحصص على بعضها، فيما يرى البعض أن الأوضاع الاقتصادية الخانقة في البلاد لا تحتمل مزيد من التأزم، وبالتالي أي حكومة الآن يجب أن تبدأ بالعمل وتباشر العمل، خصوصا التحضير الانتخابات نيابية ممكنة تعيد فرض سلطة سياسية جديدة وفق البعض، وبالتالي المطلوب الآن وفق هؤلاء العمل. إذن هذا انقسام في الرأي واضح في الشارع. في السياسة، الموقف الأبرز اليوم لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي ولد مغادرته قصر عبدة بعدما التقط الصورة التذكارية مع أعضاء الحكومة الجديدة، قال بالرغم من كل شيء الإعلام ليس متفائلا أما أنا فمتفائل، وبالتالي العبرة ستكون بالتنفيذ. على كل إن الاجتماع الأول للحكومة انعقد في عبدة، هو اجتماع روتيني ولا يتوقع من الجلسة سوى أن تخرج بتحديد أسماء أعضاء لجنة صياغة البيان الوزاري، وهو البيان الذي ستنفذ على أساسه الحكومة أمام المجلس النيابي لنيل الثقة. شكرا لك شربل على كل هذه التفاصيل، وسنعود إليك طبعا خلال نشرتنا الإخبارية المقبلة لمتابعة تطورات الوضع في لبنان.